المنسقة الجهوية لجهة الدار البيضاء اسطات لممرضين وممرضات ذوي تكوين سنتين مجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين. اليوم 16 سبتمبر نظمنا وقفة احتجاجية اللي هي الوقفة الثالثة في مسلسل نضالاتنا الذي استأنفناه أواخر غشت. تفاجئنا بمرسوم متمم لمرسوم جوز 17535 ل 2017 اللي أقصانا اعتبرنا فئة في طور انقراض. المرسوم المتمم كمل علينا وعطانا سنتين جزافيتين. بالله عليكم واش سنتين جزافيتين ترضي ممرض قضى أكثر من 40 سنة في المشوار، ممرض اللي على كتافه تقامت المنظومة الصحية، ممرض اللي على كتافه تحسنات المؤشرات الصحية اللي هنا كنتنافسوا فيها في عالميا وهنا معروفين بها عالميا، نجي في الأخير نعطيه سنتين جزافيتين. نحن بدأنا مشوارنا من 2017 ونحن نطالب وننادي بترقية استثنائية بأثر رجعي من 2017. إلا قلنا ترقية استثنائية يعني ترقية من سلم إلى سلم، يعني اللي ممرض في سلم 9 يمشي ل10، ممرض في سلم 10 يمشي ل11، ممرض في سلم 11 يمشي لخارج السلم. فأواخر غشت فاجئنا أن الوزير أعطانا سنتين جزافيتين. لا نقبل هذا الحل ومصممين على التصعيد حتى تحقيق مطلبنا الواحد والأوحد، ترقية استثنائية وبصفر ضحية. احنا طالبنا بان ترقي من سلم حالي الى سلم موالي. الوزير تصدق علينا بسنتين في الاقدميه، يعني سنه من سنتين لا، يعني مثلا عندي اقدميه في السلم مثلا 10 سنين غتعود عندي 12 سنه، يعني ما غتفيدنيش نتقل السلم الموالي. احنا عندنا فئه قريبه تخرج للتقاعد، واش غير معقول ان ممرض قد اكثر من يخرج بسلم 9 او يخرج بسلم 10؟ عيب وعار. في حين واحد اخر يلاه بدا هاد الفئه دابا كتبدا مباشره بسلم 10، هذا حيف كبير في حقنا حنايا. واش 40 سنه ما تخولناش ان ننتقلوا من سلم لسلم؟ هذا هو الغرض ديالنا، بغينا تحسين ظروف ديال داك الممرض اللي غادي يخرج تقاعد. ممرض غادي يخرج عامر امراض مزمنه، راه فين خدموا مساكن في الجبال كانوا كيمشيو يتقلعوا على الدواب، ماشي بحال الممرض تاع دابا. الممرض تاع زمان راه كان كيبات كيمشي للسواق، كيبات في الجامع، كان زعما داس عليه بزاف، ماشي بحال الممرض تاع دابا. وفي حين نجازي انا بسنتين شنو غدير لي سنتين؟ حنا مع ترقيه على الاقل داك الممرض خرج بكرامه، خرج بسلم يعني خليه يعيش بكرامه. ولا نقبلوا من غير شي حلول، ترقيه ما غنقبلوهاش، يا اما ترقيه كامله مكموله بصفر ضحيه او لا مستعدين للتصعيد. شكرا. وكنا عرفش ان المشكل اللي كاين ديال هاد الممرضين ديال تكوين سنتين، يعني مشكل تقريبا راه من 1993 وكاع المراسم اللي كانت ضدنا، وجات جا المرسوم ديال 2017 كنا كنتمناو خير لكن للاسف كان ثاني ضدنا، وقاومنا وهضرنا وتكلمنا، ولكن جا المرسوم الاخير ديال الحكومه مع الوزاره، وكان حقيقه يعني انا كنعتبره ذبح بالنسبه لي، انا ذبح يعني اول ما سمعت بان ذبحونا، يعني بحال ما اعترفوش بينا، يعني ما كاينينش يعني حشومه وعاره الشيء اللي وقع. مع ان في ذاك الوقت الممرضين يعني في المغرب كامل كان تكوين سنتين، في المغرب كامل كان تكوين سنتين، ما كانش 3 سنين ولا كيف كاين دابا. كان الممرضين يعني تكونوا
من بعدهم اطباء وممرضين داو ثلاث سنوات، ولكن الجزاء ديالنا هو هذا، يعني ذبح ورا ذبح، يعني حشومه وعار. انا كنشوف بان حشومه وعار هذا الشيء اللي وصلنا له. وكاينين فئه ناس اللي خرجوا مساكن خداو لا روتريت، وكاين ناس اللي على عتبه المعاش، وكاينين ناس اللي قراب، يعني ما كان على الاقل واحد تشجيعات لا معنويه ولا ماديه. انا كنشوف يعني حشومه وعار هذا الشيء اللي وصلنا له، وهذا الشيء اللي دارت معنا الوزاره. يعني انا كنشوف ان يمكن تهمشنا وتخداو شي قرارات ضدنا ماشي في صالحنا، ولكن باش نذبحوا وبهذه الطريقه. ولكن الحمد لله واخا ذبحونا ما غنموتوش. المطالب ديالكم المطالب ديالنا هي خصها تكون تسويه وفي اقرب وقت ممكن، يعني التسويه ديالنا يعني الترقيه استثنائيه وباثار رجعي، وحتى واحد ما يضيع. جميع ممرضين تاوي تكوين سنتين، هذا هو المطلب ديالنا في اقرب وقت. الا كان الوزير تيقول بانه موافق، وزاره الماليه موافقه، يعني واش الحكومه هي اللي دخلت باش ترمينا الحشك الزباله، يعني حشومه وعار. فانا كنتمنى وكنطلب، وربما الحل الوحيد اللي بقى هو التدخل ديال الجهات العليا، لان حشومه وعار نوصلوا لهذا الشيء. كنتمنى وفي اقرب. نعم سيدي، بطبيعه الحال يعني الان راه كنحتجوا بالطريقه دي، ولكن الا ما يمكن غدا غيكون اجتماع ديال المجلس الحكومي وغنشوفوا القرار اللي غيتخاذ. فاذا كان شي حاجه في صالحنا حنا راه غادي وغنستحقوها، ماشي غادي يهديوها لينا ولا يعطيوها لنا. كان شي حاجه ضدنا وماشي في صالحنا فغادي نصعدوا، غيكون تصعيد. فانا مستعدين نديروا مسيره، مستعدين نوقفوا ونحتجوا، يعني المغرب كامل، يعني ماشي غير في الدار البيضاء او المدن الكبرى، بجميع المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحيه في المغرب كامل اللي فيها ممرضين اللي داوي سنتين، فهم مستعدين انهم يساعدوا. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.